المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، كما كان في البدء وهو الآن وسيكون إلى دهر الداهرين. آمين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. زينوا الدرب بالأغصان، لأنه هو ذا الظافر جاء. الترنيمة 61 هي ترنيمة الأولى لهذا الصباح. هو ذا الظافر جاء، 61. نصلي. إلهنا القدوس، نجتمع للعبادة اليوم مثل الحشود التي اصطفت في الشوارع
لتشهد دخولك إلى أورشليم. فمنا من أتى مليئاً بالحماس، ومنا من أتى مثقلاً بالأتعاب والهموم، منا من أتوا من باب الفضول، وآخرون بفعل العادة والتقاليد، منا من يحمل آمال وتوقعات، وآخرون لا أمال ولا تطلعات لهم. وها أنت هنا بيننا يا الله، تلاقينا وتنصت إلينا، تفاجئنا بحبك ونعمتك، تفتح عيوننا المثقلة وعقولنا المتعبة، وتتسلل إلى قلوبنا المغلقة، وتفاجئنا بفرحك. لذا نحمدك يا ربنا، لأنه حتى عندما نعجز عن التعبير عن حاجاتنا، أنت تعرف ما يشغلنا، وحتى عندما نتمرد عليك كالحشود في أورشليم، تغفر لنا وتعطينا فرصا جديدة. فإننا نعترف أمامك يا رب أن إيماننا غالبا ما يكون بالمظاهر أكثر منه بالجوهر. نصرخ يوما بالتهليل واليوم التالي بالصلب، نتبع شهوات قلوبنا أكثر من إرادتك الإلهية، ولا نصبر كفاية كي تتم مشيئتك في حياتنا بحسب توقيتك أنت، بل غالبا ما نسعى لفرض إرادتنا والوصول إلى أهدافنا مهما كانت الطرق والنتائج. فاغفر لنا يا الله جميع زلاتنا، وطهر قلوبنا وعقولنا، واسمعنا الآن إذ نذكر أمامك خطايانا وتقصيراتنا الشخصية بصمت قلوبنا. ارحمنا يا ملك الكون وخلصنا، اشفي قلوبنا المنكسرة، قدنا في خياراتنا، وأعطنا نعمة كي نحيا كما يليق بأبناء الله، فنصرخ لاستقبالك ملكا في قلوبنا. نصلي ونطلب باسم الذي أتى كي تكون لنا حياة وتكون لنا أفضل، والذي له معك ومع الروح القدس كل سجود وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين. نقرأ بالتبادل مزمور 118 على الصفحة 881 من كتاب الترانيم. مزمور 118 صفحة 881. أرتل للرب العزيز فهو خلاص لي، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب مقتدرة. يعظني الرب ويرشدني، افتحوا لي أبواب الصديقين. هي أبواب إلى الرب وفيها يدخل الصديقون. الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. هذا يوم صنعه الرب، آه يا رب خلص. تبارك الآتي باسم الرب، نبارككم من بيت الرب. أنت إلهي فأحمدك، أنت إلهي فأرفعك.
آمين. ترنيمة 133، سبح الرب يا كل الأمم. استثنائيا اليوم رح يكون في عنا قراءتين فقط من الكتاب المقدس، والقراءة الثانية اللي هي من إنجيل مرقس رح يقروا لنا إياها بعض أعضاء صف الاشتراك، ورح أطلب من أعضاء صف الاشتراك إنه يتفضلوا. ألكسيا، بيتر، ألفير، ماري هون، أنتوني، أدي، وغايا على الميكروفون. وإذ اقتربوا من مدينة أورشليم عند بلدة بيت فاجي وبيت عنيا قرب جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وعندما تدخلانها ستجدان حمارا صغيرا مربوطا لم يركبه أحد من قبل، فحلاه وأحضراه، فإذا سألكما أحد لماذا تفعلان ذلك؟ قل الرب يحتاج إليه وسيعيده قريبا. فذهب التلميذان ووجدا الحمار مربوطا عند أحد الأبواب في الطريق فحلاه، وكان بعض الناس يقفون هناك فقالوا لهما: لماذا تحلان الحمار؟ فقال لهم: الرب يحتاجه. فسمحوا لهما، وأحضر التلميذان الحمار الصغير إلى يسوع ووضعا ثيابهما على الحمار، فجلس يسوع عليه، وكان كثيرون من الناس يفرشون أرديتهم على الطريق، وآخرون فرشوا أغصانا قطعوها من الحقول، وكان الناس من أمامه ومن خلفه يهتفون: هوسانا، مبارك هو الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، وصلنا في الأعلى. ثم دخل يسوع إلى أورشليم واتجه إلى ساحة الهيكل، وكان المساء قد حل، فألقى يسوع نظرة على كل شيء حوله، ثم ذهب إلى مع الاثني عشر إلى بيت عنيا. دعونا نمجد الرب من أجل كلمته. Thank you.
نقف ونترنم بالترنيمة 59 وصلنا في الأعالي. نصلي. تعالى أيها الروح القدس مصدر كل حياة، رافقنا إذ نتأمل بخطى يسوع الأخيرة على الأرض. أعطنا الفكر نفسه الذي كان في الرب يسوع. افتح آذاننا وأيقظ قلوبنا للسير مع الآتي باسم الرب. آمين. أحد الشعنين يحمل الأكثر منا مشاعر وصور حماس وفرح وترقب، خاصة إذا ربينا بكنايس بتقوم بزياح ضخم مع رايات وموسيقى وأجراس. منظر الزياح وعجقة الناس مثل ما شايفين اليوم بالكنيسة والولاد محمولين على الأكتاف بيملأنا بحماس وفخر وبيعطينا قوة، خاصة بأيام الجحاف والحرب والحزن. فالإنسان بحب الهيصة، بحب يكون جزء من شيء كبير ومهم وحلو. تلاميذ المسيح والناس يلي تعرفت عليه كانوا كمان متحمسين ومتقويين بدخوله إلى أورشليم. سنين طويلة من الترقب
والقهر تحت وطأة احتلال روماني ووضع معيشي صعب. وصلاة متواصلة لربنا ليبعث لهم مسيا مخلص يخلصهم من قهر ويرجع لهم ملك داوود وعز قديم وحرية نسيوة. وها هو المعلم يسوع يلي دعاهم من أشغالهم وانشغالاتهم وبشرهم بملكوت الله القادم سائر في وسطهم. سنين والتلاميذ عم يترقبوا وينتظروا، عم يحوموا حول يسوع، يحاولوا يقلدوه، يتعلموا منه، يلتصقوا فيه، وعيونهم على أورشليم حيث كل شيء رح يتم. وهلأ وصلوا من جبل الزيتون، منظر أورشليم بانوراما على إجريهم، ويسوع المسيح رح يقودهم بموكب مثل مواكب الملوك المنتصرين على أعدائهم اللي راجعين من معارك حاسمة، لا بل عم يقودهم مثل الملك داوود يلي انتصر على أورشليم وأسس كعاصمة للمملكة القوية. عم يقودهم مثل الملك القوي. فالكل كان يعرف أنه من جبل الزيتون كل النبوات القديمة رح تتحقق، مثل ما قال سفر زكريا: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك راكبا على حمار على جحش ابن آثان. وصلنا، قالوا التلاميذ بقلبهم، النصر جاي، العظمة جاي، بدل ما نكون نحن الضعفاء المظلومين سنصبح الأقوياء، وبدل ما نكون نحن المحكومين رح نصير الحاكمين. حتى أنه تلاميذ المسيح استبقوا الأمر. قبل ما يوصلوا دغري، قبل الدخول إلى أورشليم، اقترب من يسوع تلميذان، وهن كانوا من أول التلاميذ يلي تبعوا يسوع بحسب مرقس: يعقوب ويوحنا أبناء زبدي، كانوا صيادين ببحر الجليل قبل ما يكونوا تلاميذ. اقتربوا من يسوع وقالوا له: بدنا إياك تعملنا مثل ما بدنا، أعطينا أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. ما بعرف إذا كانوا هالتلميذين عم يتهددوا المسيح، يعني إذا بدك إيانا نكمل معك بدك توعدنا بشي وبشي حرزان، أو يمكن كانوا عم يستبقوا الأمر قبل ما غيرهم ياخد اليمين والشمال ويطلعوا ضيعوا حياتهم وشغلهم على الفاضي. بإنجيل متى نقرأ أنه حتى أم ليعقوب ويوحنا إجت لعند يسوع وتوسطت لهم ليطلع لهم أحسن مراكز. الأسبوع الماضي عيدنا عيد الأم، وكتار عيدونا نحن الأمات بالمعيدة التالية: إن شاء الله تشوفيهم بأعلى مراكز. أكيد سمعتوها. أم ليعقوب ويوحنا ما كان بدها تخاطر، راحت هي شخصيا الطالب بهالشي: أعلى مراكز لأولادي أنا. نقرأ كمان بهالسياق أنه باقي التلاميذ زعلوا من يعقوب ويوحنا لأنهم راحوا من وراء ظهرهم يزبطوا أوضاعهم بالمملكة القادمة، بينما باقي التلاميذ كمان كان بهمهم يعرفوا مين رح يكون الأول بالمملكة الجديدة. تخيلوا معي شو كان شعور يعقوب ويوحنا لو كانوا هن الاثنين من التلاميذ يلي يسوع بعتهم يجيبوا الحمار.
احنا ما بنعرف من النص اي تلميذين اوكلت لهم مهمه جلب الحمار يوم الدخول الى اورشليم. بس تخيلوا لو كانوا هن، وهن بالفعل مثلنا نحن بسيرنا وراء المسيح، مثلنا برحلتنا الإيمانية الشخصية يلي بتطمح لنوع من المكافأة لإخلاصنا ليسوع. في دايما زاوية بقلبنا بتطمح إنه ربنا يميزنا أو يعطينا نلعب دور مهم أمام الناس والمجتمع، ونحن كمجتمع مسيحي كمان إن كان بمدينتنا ببلدنا بالعالم بالتاريخ نحلم أحياناً بمملكة مثل مملكة داود العسكرية القوية، نكون فيها نحن وزراء ونواب، أمبراطورية رومانية جديدة، مملكة القدس الصليبية ونحن على رأسها، أو يمكن حد الرأس. وبدل كل هيدا بيطلع لنا نجيب حمار، عمل سخيف تافه ما بيطمح له حدا. تخيلوا أمهم ليعقوب ويوحنا آخر نهار لما اجت تطمن أي واحد من ولادها طلع رئيس وزراء، وبيقولوا لها أنهم عملوا اتنيناتهم فالي باركينج، راحوا يجيبوا الحمار. وبعد كم يوم يمكن هن الاثنين نفسهم يمكن غيرهم عملوا ديليفري بوي، لأن يمكن تتذكروا أنه بنفس الطريقة أرسل المسيح اثنين من تلاميذه ليلة الفصح تيلاقوا مكان ما رح يأكلوا عشاء الفصح، تماما بنفس الطريقة بعتهم قال لهم رح تلاقوا شخص معه جرة في محل بتقولوا له بدنا نفوت ناكل الفصح مع الرب. لبل كل هالهيصة والأغصان والتياب المفروشة وصلوا على أورشليم ونظر المسيح من حوله وفل. وبعد كم يوم قبضوا عليه وهزقوا منه وبصقوا عليه وجلدوه وصلبوه بأبشع وأذل موته. فهل المسيح فشل؟ كان بوده يعمل مملكة بس ما قدر؟ هالشي دون شك خطر ببال التلاميذ لما اتضح لهم أنه لا مملكة داود ولا المراكز جايين. نحن يلي النص أمامنا نستغرب أوقات عدم فهمهم، لأن كل الوقت وبوضوح كان يسوع عم بيقول لهم للتلاميذ أنا رح أتعذب، أنا رح أقتل، أنا طريقي صعب، مملكتي مش مثل يلي بفكركن. بس هن ما كان بدهم يسمعوا وما كان بدهم يفهموا، مثلنا هن كان بدهم يشكلوا مملكة الله على شكل مملكة الناس، بدهم يسوع يحكم مثل الأمبراطور وهن يشتركوا معه، بينما بالحقيقة كانت مهمة يسوع العكس تماما. هو أتى لتتشكل مملكة الأرض على شكل مملكة الله، وبالفعل علمنا نقول ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بدخوله إلى أورشليم أظهر لنا المسيح كيف يحقق الله وعوده بإدخال ملكوت آخر إلى العالم، ملكوت عكس ممالكنا وجمهورياتنا ومؤسساتنا وعقلياتنا وحتى إدارتنا لبيوتنا وعيالنا، ملكوت مسالم لا سلاح فيه ولا عنف، لا تراتبية ولا مراكز، لا كبرياء ولا وجهة، ملكوت نلعب فيه نحن أدوار صغيرة، صغيرة بالنسبة للناس ولكن مهمة بالنسبة لله. بهالملكوت بيرسلنا المسيح نجيب حمار ونحضر عشاء، نوصل أولادنا على المدرسة،
نحضر أكل لعائلتنا، نقعد جنب المريض بالبيت، نهدي إيد الكبار تما يتفركشوا، نتصل بالحزين لنواسيه، نطمن على المسافر تما يشعر بالوحدة، نبتسم لجارنا تا يتشجع. هيدول هن أعمال ومراكز ملكوت الله. إذ نصرخ اليوم وصلنا في الأعالي، نبتهج للملكوت الإلهي يلي أدخله يسوع إلى عالمنا في وسط ممالك البشر. نبتهج لأنه فينا نحن نلعب كل هالأدوار البسيطة المساعدة في حياتنا اليومية يلي بتفعل ملكوته بيناتنا. نبتهج لأنه كل عمل منقوم فيه مهما كان تافه بنظر الناس هو مهم بملكوت الله لما ينعمل إطاعة ليسوع. فأنتوا يلي ربيتوا أولادكم بتفاني، خدمتوا أهلكم بمحبة، ويسيتوا غيركم بعطف، ساعدتوا المتعب بلطف، أنتوا عم تلعبوا دور مهم بإدخال مملكة يسوع إلى العالم. فأوصلنا في الأعالي ومبارك الآتي باسم الرب، فلنشترك معه بمملكته هنا على الأرض. آمين. دعونا نقف الآن ونؤكد إيماننا مستخدمين قانون إيمان الرسل الموجود على غلاف كتاب الترنيم. أنا أؤمن بإله الآب الضابط الكل، خالق السماء والأرض، وبربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء وتألم على عهد بيلاطس البنطي وصلب ومات وقبر ونزل إلى الهاوية وقام أيضا اليوم الثالث إلى السماء، وهو جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل، وسيأتي من هنالك ليدين الأحياء والأموات. وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة الأبدية. رحب بكم ترحيبا حارا هذا الصباح، وبلكن شعنين مبارك لكم جميعا. عندي عدة إعلانات بالنسبة لهالأسبوع. يوم الخميس صلاة الساعة 5 العشاء الأخير، نتناول في الخبز والخمر. يوم الجمعة مثل العادة الساعة 5 كمان صلاة الجمعة العظيمة. ويوم السبت قلت لكم أحد الماضي رح نسترجع التقليد اللي كنا نعمله من سنين ووقفناه، اللي هو صلاة سبت النور الساعة 10:30 بالليل بالكنيسة. ونهارتها على فكرة بنغير الساعة، يعني السبت بالليل بتتغير الساعة، فالسبت الساعة 10:30 رح نعمل صلاة سبت النور، والأحد مثل العادي 10:30 كمان مع اشتراك. بدي أذكر كمان بما أنه في عدد لا بأس به من الأعضاء الكنيسة اليوم موجودين، بأنه أطلقنا حملة لجمع 175,000 دولار بأيار الماضي، لأنه الكنيسة عمرها 175 سنة، واحتفلنا باليوبيل 175 للكنيسة بأيار الماضي. فقربنا بتتعجبوا، بس قربنا من هالهدف، وإن شاء الله بأيار هيدا 2024 بنعلن قديش صار مجمع، بس الكل عم بيجربوا يتبرعوا حتى لو برقم صغير. كنا عم نصلي
كل هالفترة الطويلة للأخ رفيق دومت. امبارح بالليل بيوم الصبح توفى. جنازته بكرة بعد الظهر ساعة 3، والتعازي بكرة من الوحدة لثلاثة عنا بقاعة الكنيسة، والثلاثة كمان من الوحدة للستة بقاعة الكنيسة. بفتكر معظمكم بيعرفوا للأخ رفيق. سوري أنا صوتي بعده ما زبط 100%. خلينا نصلي لعائلته لأنه مرته عزيزي كمان عم نصلي لها وهي مريضة مثله. وكمان توفى خلال الأسبوع شخص مش من كنيستنا ولكن كانت جنازته بكنيستنا، هو توفت عفوا زوجته للشيخ نديم حداد. نديم هو خيّل الست المرحومة نهى أدينغتون، إذا بتتذكروا نهى أدينغتون هي بنت الكنيسة نهى، خيّل نديم حداد الشيخ نديم من عين سحلتها. توفت مرته وكانت جنازتها خلال الأسبوع، منصلي لعائلتهم كمان. دعونا نأخذ كل ما لدينا الآن من صلوات. عفوا. بعد الصلاة بعد ما نطلع مع الأولاد لنعمل الزياح الشعانين التقليدي، في قهوة كمان مقدمتها اليوم مع جزيل الشكر الأخت نجاح مجدلاني خوري. ثانك يو نجاح، كلك ذوق القهوة والضيافة. دعونا الآن نأخذ كل ما لدينا من صلوات إلى العرش السماوي. نصلي. وصلنا في الأعالي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي عنه ولا رحمته. مبارك الآتي باسم الرب، ومبارك كل آت إليك في هذا اليوم. يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، وإليك نأتي نحن أولاد هذه الكنيسة لنستقبلك في أورشليمنا المتواضعة هنا، كل منا حيثما هو. إليك يأتي الوحيد فتؤنس وحدته. إليك يأتي المرضى وضحايا الحروب والعنف فيتقوون بك ويشفون بلمسة منك. نصلي على الأخص هذا الصباح لأجل جميع الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على المسرح في موسكو، كما لضحايا الحرب الشعواء على غزة وفي جنوب لبنان وبين روسيا وأوكرانيا وفي جميع المناطق الأخرى من الشرق الأوسط وحول العالم. طالبين إليك أن تعضد الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يعالجون المرضى والجرحى ويعتنون بهم. والآن نرفع إليك سائر مرضانا في البيوت والمستشفيات، طالبين لمسة شفاء لهم ورحمة. نذكر على الأخص الإخوة والأخوات جون سيركيس، جيرار ماردينيان، الطفل آرثر باروكي، أنطوان شامي، توني بوملهم، عزيزي دومت، سلمى مرشاء سليم، نهاد فواز وأمال شرتوني. أنت يا رب عزاء الحزانة، تعزيهم بروحك القدوس. نرفع أمامك الآن كل الذين فارقوا
الحياة من هذه الدنيا في سلامك والإيمان بك. امنح عائلاتهم الصبر والعزاء والسلوان، وعلمهم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك. نذكر أمامك اليوم عائلة المرحومة ياسمين حداد زوجة الشيخ نديم، ونذكر أيضا عائلة المرحوم رفيق دومت. أيها الآتي باسم الرب، ارحم الضعفاء وأعن الفقراء برأفتك ومحبتك، اضدهم في ضيقهم، لأنه بدونك يا رب حتى الأغنياء لا معنى لحياتهم ولا قيمة لكل أموالهم، فامنحهم قلبا رحيما ويدا كريمة. أيها الآتي باسم الرب، ارحم البؤساء الذين يأتون إليك ليجدوا الرجاء، والمطرودين ليجدوا الملجأ، والمرذولين ليجدوا الحياة الحمى. احفظ الله كرامة المخطوفين والنازحين والمهجرين واللاجئين، أعدهم إلى بيوتهم وبلادهم. واليوم نصلي بحرارة لكي يتأمن حل سريع لإيصال المؤن والأغذية والأدوية إلى أهل غزة وهم على شفير المجاعة. نصلي خصوصاً لأجل الأولاد والأحفاد، نخص بالذكر أطفال مدرسة الأحد الذين سيدخلون الكنيسة لنحتفل وإياهم بأحد الشعانين، كما نرفع أمامك شبيبتنا وأعضاء صف الاشتراك الذين شاركون الصلاة اليوم. احمهم وأبعد عنهم كل شر وتجربة. ولا ننسى أن نصلي لأجل الكبار والمسنين الذين لم يستطيعوا الحضور إلى الكنيسة، كما أولئك الذين يتابعون الخدمة عبر الإنترنت. أخيراً يا رب، شجع نفوسنا الضعيفة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان. نصلي كي يرفع الظلم والفقر عن كاهل اللبنانيين، وخصوصاً أهل الجنوب الذين دمرت منازلهم وهجروا من بلداتهم. بدد الفساد والفاسدين، اجعل السلام العادل يستتب فتنتظم الحياة، الحياة السياسية والاقتصادية والمالية المتردية. كن لنا صخرة خلاص، بيت ملجأ، إذ نرفع كل صلواتنا بشفاعة ربنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح، الذي له معك ومع روحك القدوس كل المجد والسجود والإكرام، وهو علمنا أن نصلي إليك في كل الأوقات والأحوال ونقول معا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، ولا نستمر في العبادة ونقدم عطايانا للرب.
اقبل منا هذا القليل يا رب، وساعدنا وعلمنا لكي ننفقه في كل طريق صحيح لسد كل احتياج لمساعدة الفقراء ولبنيان الكنيسة. نصلي هذا بشفاعة ربنا يسوع المسيح، فاستجب لنا ولك الشكر. آمين. هلا الاولاد مدرسه الاحد رح يدخلوا، منضلنا قاعدين ومنرتل ترتيله وحده رقم 60 يا ملك ادخل راكبا. الاولاد بيدخلوا على الترتيله، انتم عم ترتلوا. بدي بس اقول شيء قبل ما يفوتوا الاولاد، كانت شوي الوقت ضيق تيتمرنوا الاولاد على البرنامج، وبعدين الشخص اللي كان بده يدق معهم ويرتل معهم مرض، فما لحقوا يتمرنوا كثير. تبرعت انا دقلهم على البيانو، بس نحن مش متمرنين مع بعض من قبل، بقى بتكون ما تبخزونا، يعني عم نعمل امبرومبتو شيء امبروفايزيشن اخر لحظه، بس ما بيصير الاولاد ما يكونوا بالكنيسه. فيا ملك ادخل راكبا وحده ترنيمه رقم 60. Thank you.
لا مش عاطلين كانوا ابدا. طيب هلا قلت لكم احد الماضي انه في مفاجاه برا ورح نعمل الزياح مع الاولاد، رح نطلع انا والاسيسي ريما هلا مع الاولاد على موسيقى، وبس اذا بتعملوا معروف بالاول دعونا نقف لتلاوه البركه. ها؟ ايه والاهل ورا الاولاد لو سمحتوا، ما حدا يطلع مع الاولاد، خلي الاولاد يمشوا بالاول وبعدين انتوا. والان اذهبوا الى العالم بسلام. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم وتسكن في قلوبكم وتقويها إلى الآن وإلى الأبد. آمين.
الله. James. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. رجاء شوية انتباه، السيارات مسكرين على بعضهم تحت والعالم كله بدها تظهر. اللي بيعمل حسابه انه اللي مسكر على السيارات ينزل يشيل سيارته لو سمحتوا. السيارات مسكرة على بعضها، ماينس 2 ماينس 3. بقى بنترجى من اصحاب السيارات المسكرين ينزلوا يشيلوا سياراتهم. شكرا.